بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. كتاب الحديث للإمام محمد بن عبد الوهاب يرحمه الله، يشرحه ويعلق عليه معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. الحلقة 50. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات المستمعون والمستمعات الكرام، مستمعي إذاعة نداء الإسلام، إلى هذه الحلقة الجديدة من سلسلة دروسنا ومجالسنا في شرح كتاب الحديث للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والذي يتفضل فيه بالشرح والتعليق والبيان معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الذي نرحب به في مطلع هذا اللقاء. فأهلا وسهلا ومرحبا بمعالي الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله معالي الشيخ. نستأنف بقية باب إزالة النجاسة. قال عن ابن عمر أنه كان ينام وهو شاب أعزب لا أهل له في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا فيه جواز النوم في المسجد لمن حفظ نفسه من أن يؤثر في المسجد بنجاسة أو غير ذلك مما لا يليق في المسجد. فإذا كان الإنسان متحفظا فإنه ينام في المسجد ولا بأس بذلك. نعم. وفيه قدم رهط من عكل وكانوا في الصفة. وفيه حديث الوليدة صاحب وفد من عكل، قبيلة، اسم قبيلة، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فناموا في الصفة وهي غرفة في المسجد ينام فيها الوفود الذين يفدون على الرسول صلى الله عليه وسلم ويسكنون فيها، ويتصدق عليهم المسلمون أو يضيفونهم فيها، فهي سكن ما يسمى الآن بالسكن الداخلي. نعم. وفيه حديث الوليدة صاحبة الوشاح وكان لها خباء في المسجد. نعم، كان للمرأة خباء في المسجد، فيجوز أن المرأة تنزل في المسجد لكن يضرب لها خباء يسترها، وكذلك يجوز لها الاعتكاف في المسجد إذا ضرب لها خباء تختفي فيه. نعم. وفيه عن عائشة اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه، فكانت ترى الحمرة والصفرة والطست تحتها وهي تصلي. نعم، هذه امرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، كانت مستحاضة، ينزل عليها دم الاستحاضة وهي في المسجد، ولكنها تجعل تحتها شيئا ينزل فيه الدم من الطست وهو الصحن وما أشبهه، فدل هذا على جواز ذلك في المسجد، وأن المستحاضة يجوز أن تكون في المسجد بشرط ألا ينزل منها شيء يلوث المسجد، بل يكون تحتها شيء يمنع تسرب شيء من دمها إلى المسجد. نعم. وفيه قوله لعلي قم أبا تراب. وفيه قوله صلى الله عليه وسلم لعلي قم أبا تراب، هذه كنية لعلي رضي الله عنه، أنه يقال له أبو تراب، كأنه يعني من الفقر، كأنه لزم التراب رضي الله عنه. نعم.
وفيه قول عائشة: والحبشة يلعبون في المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه أنظر إلى لعبهم. وفي لفظ: يلعبون بحرابهم. نعم، في هذا دليل على جواز التدرب على الجهاد في المسجد باستعمال السلاح ونحوه، فهذا لا بأس به لأنه من تدرب على أمور الجهاد. وفيه أن المرأة لا تحضرهم، لكن يجوز أن تطلع عليهم من خلال ساتر تنظر إليهم، لا بأس بذلك. نعم. وفيه قوله في العفريت: وأردت أن أربطه في سارية من سواري المسجد. العفريت شيطان تمثل للرسول صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ليشوش عليه صلاته. الرسول صلى الله عليه وسلم قبض عليه، وحتى لو أراد أن يربطه بسارية من المسجد لفعل عليه الصلاة والسلام. وهذا مما يقدر الله نبيه عليه. وفيه من قصة ثمامة: فربطوه في سارية من سوار المسجد. نعم، في الحديث الذي قبله في العفريت أن الرسول صلى الله عليه وسلم هم أن يربطه بسارية من سوار المسجد ليراه الناس، ففيه دليل على ربط المجرم في المسجد ليقام عليه الحد، هذا بمنزلة الحبس له والسجن له. وربط صلى الله عليه وسلم ثمامة بن أثال سيد أهل اليمامة في المسجد لما قدم إلى مكة معتمرا، فاعترضه الصحابة في الطريق وأخذوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فربطه صلى الله عليه وسلم في سارية من سواري المسجد. كان يدخل عليه الصلاة والسلام عليه وهو مربوط فيقول: ما وراءك يا ثمامة؟ فيقول: خيرا، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تمن على شاكر. وما زال حتى مر عليه ثلاثة أيام، في الثالثة قال: أطلقوا ثمامة. فأطلقوه فذهب واغتسل ثم أعلن إسلامه رضي الله عنه. فهذا فيه دليل على الربط في المسجد مدة سجنه، وأن ذلك لا يخل بأدب المسجد. نعم. وفيه: طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعيره، وقوله لأم سلمة: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. نعم، وفيه دليل على إدخال الدواب المركوبة في المسجد الحرام وركوبها، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يطوف بالبيت، فلما كثر عليه الناس وازدحموا عليه ركب دابة صلى الله عليه وسلم أثناء الطواف، فدل هذا على جواز الركوب في الطواف وإدخال الدواب في المطاف للحاجة. نعم. وفيه مرفوعا: من مر في شيء من مساجدنا وأسواقنا بنبل فليأخذ على نصالها لا يعقر بكفه مسلما. هذا فيه أن من دخل الأسواق أو المساجد ومعه سلاح فإنه يتوثق منه ألا يضر به أحد بأن يعمل ما يمنع أن يسيء أو يصيب به أحدا من الناس، ولا بأس بدخوله به إذا وضع ما يحفظه من الإضرار بالناس. نعم. وفيه قول ابن عمر في المسابقة إلى مسجد بني زريق. نعم، في حديث ابن عمر في المسابقة
إلى مسجد بني زريق، وأن هذا لا بأس به، يعني المسابقة في المسجد إذا كان هذا مما لا يؤثر على المسجد وفيه نثر المال للناس ليلتقطوه من المسجد، كل هذا لا بأس به، توزيع المال في المسجد أو نثره ليلتقطه الناس في المسجد لا بأس بذلك إذا كان لا يحصل في المسجد ما يتنافى مع أدبه. نعم. وكان ابن عمر يبدأ برجله اليمنى فإذا خرج بدأ باليسرى. من آداب المساجد أنه إذا أراد الدخول إلى المسجد قدم رجله اليمنى وقال بسم الله، أعوذ بالله العظيم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج فإنه يقدم رجله اليسرى عند الخروج، هو يقول مثل هذا الذكر، إلا أنه يقول وافتح لي أبواب فضلك. والمناسبة أن المساجد محل الرحمة، وأما الأسواق فهي محل الفضل وهو طلب الرزق. نعم. وفيه قوله لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين. ويذكر عن علي أنه كره الصلاة بخسف بابل. نعم، مواطن العذاب التي نزل فيها العذاب، وكذلك قبور المشركين في الغرف كما هم في ديار ثمود في البيوت المنحوتة في الجبال. النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بها تقنع عليه الصلاة والسلام وأسرع وقال لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين، يعني ثمود في بيوتهم التي في الجبال، إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم مثل ما أصابهم. أما من يدخلها للتفرج ويدخلها للسياحة هذا لا يجوز، هذا العمل لا يجوز من المسلمين، لأن هذه مواطن عذاب لا يدخلها المسلم متفرجا أو متسيحا أو منشرح الصدر، وإنما يعتبر ويتعظ، ولا يدخل على هؤلاء في مكانهم المنحوت في الجبل من الغرف، لأنها مواطن عذاب والعياذ بالله. نعم، لأن الله أهلكهم بالصاعقة، حتى هلكوا عن آخرهم، صاعق بهم جبريل عليه السلام حتى هلكوا صيحة واحدة. نعم. وقوله سدوا عني كل خوخة في هذا المسجد غير خوخة أبي بكر. نعم، كان للرسول صلى الله عليه وسلم خوخة، يعني فتحة في الجدار يدخل منها إلى مسجده يصلي بالناس، وكان للصحابة كذلك الذين بيوتهم مجاورة للمسجد النبوي كان لهم خوخات على المسجد، يعني فتحات يدخلون منها للصلاة. فلما مرض النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بسد خوخاتهم إلا خوخة أبي بكر لأجل أن يصلي بالناس، فكان أبو بكر رضي الله عنه يصلي بالناس في مرض النبي صلى الله عليه وسلم، قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. ومن ذلك أخذ الصحابة أن أبا بكر هو الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا فيه إشارة إلى استخلافه، إشارة إلى استخلاف أبي بكر من بعده. صلى الله عليكم معالي الشيخ، وضعف مثوبتكم. إلى هنا نأتي وإياكم أيها الكرام إلى ختام هذا الدرس من سلسلة دروسنا ومجالسنا في شرح كتاب الحديث الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، شاكرين ومقدرين لمعالي الشيخ صالح بن فوزان هذا البيان. نلتقي وإياكم في الدرس القادم إن شاء الله وأنتم على خير، والسلام عليكم.